مشاهدينا الاعزاء، ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقه متجدده من برنامجكم العين الساهره. هذا البرنامج الذي يهدف الى توعيه المشاهدين بالقوانين والحقوق والواجبات ويسلط الضوء على فعاليات وزاره الداخليه. في حلقتنا اليوم فيها العديد من التقارير الامنيه، وكذلك راح يكون معنا لقاء خاص مع مسؤولي اكاديميه سعد العبد الله للعلوم الامنيه، فتابعونا بعد هذا الفاصل. الكثير من الناس يعتقدون بأن ذوي الإعاقة لهم معاملة خاصة لم نخصص لهم هذه المواقف، لكن المسألة هي مسألة إنسانية قبل لا تكون مخالفة مرورية، فلنتعاون من أجلهم. مشاهدي الكرام، بناء على مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة والذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي، فتح باب الترشيح للانتخابات أعضاء مجلس الأمة صباح يوم الخميس الماضي، وقد بيّنت وزارة الداخلية في بيان لها شروط الترشيح وكيفية الحصول على طلب الترشيح. كذلك كان لكاميرا العين الساهرة جولة في إدارة شؤون الانتخابات، تابع معنا هذا الجولة. بمناسبة صدور المرسوم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب مرشحين أعضاء مجلس الأمة، تم بحمد الله في صباح هذا اليوم الموافق 27/6/2013 في تمام الساعة 7:30 صباحا فتح باب الترشيح لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2013. راح نكون مستمرين لمدة 10 أيام متتالية بما فيهم أيام العطل الجمعة والسبت لغاية تاريخ 6/7/2013 نهاية الدوام يوم السبت 6/7/2013، علما بأن الشروط الواجب توافرها لتقديم طلبات الترشيح اللي هو أن يكون الكويت الجنسية بصفة أصلية، كذلك أن يكون اسمه مدرج في أحد جداول الانتخاب، كذلك أن يكون سنة يوم الانتخاب لا يقل عن 30 سنة ميلادية، كذلك أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن لا يكون محكوم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. كذلك أحب أنوه بأن يجب على طالب الترشيح أن يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات كان عنوانه طبعا في منطقة شويخ السكنية باء، وأن يصطحب معه شهادة الجنسية الأصلية، كذلك عدد صورته شخصية، كذلك مبلغ التأمين هو 50 دينار نقدا. كذلك أحب أوضح بأن بعد ما ينتهي من تقديم طلب الترشيح في إدارة شؤون الانتخابات يجب عليه أن يتجه إلى المخفر المختص في الدائرة التي ترشح فيها، وإحنا محددين طبعا 5 مخافر في كل دائرة، مخفر مختص متمثل في مخفر الدعية بالنسبة حق الدائرة الأولى، مخفر الشامية بالنسبة حق الدائرة الثانية، مخفر الخالدية بالنسبة حق الدائرة الثالثة، مخفر العمرية بالنسبة حق الدائرة الرابعة، مخفر العدان بالنسبة حق الدائرة الخامسة. كذلك أحب أنوه بالنسبة حق باب التنازل يعتبر مفتوح من أول يوم الترشيح لغاية 7 أيام قبل موعد الانتخاب، فيجب على المتقدم للتنازل أن يتقدم خطيا إلى المخفر في الدائرة التي ترشح فيها ويقدم التنازل كتابة، ومن ثم طبعا يعتبر التنازل قد تم بكامل إجراءاته في إدارة شؤون الانتخابات. مشاهدي الكرام، بمناسبة الاحتفال بيوم العالمي للمخدرات الذي يصادف كل 26 يونيو من كل عام، والذي اتخذ شعار له السنة هذه يقول لك شعار شنو؟ دع المخدرات وصن صحتك تجد نشوتك. أقامت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات
واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وإدارة العلاقات العامة وكثير من الجهات التي شاركت في هذا المعرض من الجيش ومن الحرس الوطني من كثير من القطاعات في القرية التراثية بيوم البحر، يوم عالمي أو يوم فيه معرض. كان المعرض هذا في كثير من الأمور التوعوية، وكان جولة قمنا بجولة من قبل أخوانكم في العين الساهرة. نشوف هذه الجولة ونرجع لكم بعد هذا التقرير. هذا اليوم لا يخفى عليكم يعتبر عندنا بالنسبة لنا احنا كمكافحين المخدرات يوم عالمي، وهذا له تاريخ. التاريخ هذا نراجع فيه أمورنا. أنا مساعد ذكرت للإخوان أن هناك أربع أهداف لهذا المؤتمر أو الراجع فيه وقتنا احنا. هي أهدافنا كانت شنو؟ القضاء على الاستنباط أو الأراضي اللي تنبع مخدرات أو الأراضي الاستزراعية، والهدف الثاني هو مكافحة المخدرات بالتهريب والجلب، والهدف الثالث هو خفض الطلب، والهدف الرابع هو علاج الإدمان. احنا دائما نراجع امورنا في هذا التاريخ ونشوف اجراءاتنا، بالتابع طبعا باتفاقيات مع الدول الثانية العربية الأجنبية كل العالم المشاركين في مكافحة المخدرات. هذه احنا بلد، ما قلنا احنا بلد مستهدفة، احنا ايضا بلد خصبة نعتبر في جلب المخدرات. والله يوفق الاخوان كلهم موجودين للمكافحه والاجهزه المشاركه، هذا كله له دور فعال بحيث ان احنا نحد من الجلب، نحد من المخدرات. يا ريتنا نقدر نقضي عليها، لكن ما نقدر نقول قضينا عليها، نقول حدينا منها. حقيقه هو 26/6 يوم عالمي للمخدرات، بعد ان عانى العالم ما عانى من ويلات المخدرات، بعد ان مست المخدرات جميع دول العالم، جميع دول العالم المتحضر، جميع دول العالم النامي، جميع دول الفقير. هذه الافه ما تعرف المجتمع الكبير من الصغير، المجتمع من الغني من الفقير. اجتمعت دول العالم، اجتمعت 187 دولة في فيينا سنة 1987، وفي اليوم الختامي للمؤتمر وقف الجميع حدادا على من استشهد أو من قضي في سبة المخدرات، وبالتالي إكراما وتكريما لهؤلاء الأشخاص تم الاحتفال، واتفق الدول العالم جميعا على أن يكون يوم 26/6 يوم عالمي للمخدرات، وسبب هذه التسمية هو هذا الأمر. أتمنى من أبنائنا الطلبة، وأتمنى منهم أن يبتعدوا عن أصدقاء رذيلة، أن يبتعدوا عن أصدقاء السوء. أتمنى من أولياء الأمور أن يأخذوا بالهم من أولادهم، أن ينتبهوا لأولادهم. أولادهم يحصل عندهم تغير فسيولوجي، تغير شكلي، تجد في علامات حقيقة للولد، تجد أن يكون بعيدا عن لا يحب، يكون اليوم يكون منطوي عن باقي أفراد الأسرة. يجب أن يكون هناك اهتمام ومراقبة لهؤلاء الأولاد. مفهوم الشرطة المجتمعية هي تحقيق شعار الأمن مسؤولية الجميع، يعني أن تكون هناك شراكة وتعاون بين الشرطة والمجتمع للوقاية من الجريمة والانحراف. طبعا وزارة الداخلية أنشأت إدارة الشرطة المجتمعية سنة 2008 من ضمن القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008. هدف إنشاء هذه الإدارة كون أن القضايا الاجتماعية والأسرية زايدة في المجتمع الكويتي، وكثيرة ترد هذه القضايا إلى مراكز الشرطة، ومراكز الشرطة والمخافر غير متخصصة لعلاج هذه القضايا. فمن أهم أهداف إدارة الشرطة المجتمعية النظر في هذه القضايا وحل هذه المشاكل قبل أن تتفاقم وقد تصل إلى حدث أمني. بمعنى إذا أنا ما تدخلنا في حل هذه القضايا قد تصل إلى تتفاقم هذه المشكلة، زائد أن هدف أو تسعى وزارة الداخلية التقليل من هذه القضايا الاجتماعية والأسرية وتحد من تحويلها إلى المحاكم. أولاً أولياء الأمور، انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لكيفية تعاملهم، لصحبتهم، ومحاولة يعني إشغال وقتهم بما هو مفيد، والتواصل معهم. حقيقة التواصل ضروري بين الأب والأم وأبنائهم.
بالنسبة لأبنائي الشباب هناك عدة جهات قاعدة تعطي مجال لإشغال الفراغات والتسلية والتمتع بهوايات جميلة جدا ونافعة للصحة وغيرها، وترك ما هو غير نافع. مشاهدينا الأعزاء، تستقبل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الطلبة الراغبين في الالتحاق في الدورات العسكرية ومن يرغبون في خدمة وطنهم إلى جانب إخوانهم رجال الداخلية ورجال وزارة الداخلية. وحول هذه الإجراءات والاشتراطات التسجيل والقبول، يسعدنا أن نرحب بالعميد هارون العمر، مساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لشؤون التعليم والتدريب. أرحب فيك العميد هارون في برنامجنا. أرحب فيك أخوي ناصر وأرحب بإخواني المشاهدين، وأشكركم على دعوتنا ببرنامجكم العين الساهرة لنلقي بعد الضوء عن الشروط اللازمة لالتحاق الطلبة بالأكاديمية. نعم. إن شاء الله. العميد هارون، إحنا ودنا نعرف في بداية لقانا وياك ما هي الدورات اللي موجودة أو يتم تسجيل الطلبات عليها؟ طبعا كما صدر، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه صحبه وأجمعين. طبعا بناء على صدور المرسوم الأميري رقم 200 بأن الأكاديمية تعتبر هي أحد الأجهزة التعليمية بالبلاد، وهي الرافد بالنسبة لقوة الشرطة لوزارة الداخلية. وطبعا تتكون قوة الشرطة من فئة الضباط ومن فئة الضباط صف والأفراد. وفي هذه الأيام طبعا بعد الانتهاء العام الدراسي يبدأ طبعا النشاط في الأكاديمية لاستقبال طلبات الراغبين للالتحاق إلى أكاديمية أو بقطاع التعليم والتدريب ككل. وتكون طبعا الدورات اللي عندنا المتوفرة في هذا السنة إن شاء الله، طبعا عندنا دورة طلبة الضباط. نعم. اللي هم خريجين الثانوية العامة للحصول على شهادة البكالوريوس لعلوم الشرطة لمدة 4 سنوات، وكذلك الطلبة الضباط الاختصاص اللي هم الحاصلين على مهالات جامعية ومن ثم يدخلون لمدة سنة ويتخرجون برتد ملازم والشرطة. نعم. وكذلك عندنا بالنسبة للمعاهد اللي ضباط الصف، فعندنا هناك معهد ضباط الصف يستقبل طبعا طلبة الخريجين الثانوية العامة والحاصلين على للحصول على دبلوم في علوم الشرطة في لرتبة الرقيب الأول. نعم. وكذلك بالنسبة لمدرسة الشرطة اللي تعتني بأفراد الشرطة. نعم. فهناك دورة عدة دورات موجودة هالسنة. نعم. لهذه الفئة، وإن شاء الله يعني حين جاري التسجيل في هذه الأيام لعدة دورات. طبعا بالنسبة لدوراتنا اللي هي دورة التأسيسي العام. نعم. طبعا تعرف أنت الأكاديمية تعتبر هي الجهة الوحيدة التي تعني بتزويد الوزارة الداخلية بقوة الشرطة. فعندنا دورة طبعا في التأسيس العام، لأنه يتأسس تأسيس عام ومن ثم يقدر يلتحق في أي جهة من الجهات أو القطاعات التابعة للوزارة الداخلية. وكذلك السنة قمنا وانتهينا من تسجيل دورتين لدورة الخفر السواحل خاصة لخفر السواحل، وكذلك دورة للعلاقات العامة والإعلام الأمني. نعم. وتم الانتهاء منها إن شاء الله، وإن شاء الله سوف يلتحقون بعد إجازة العيد إن شاء الله. من رمضان إن شاء الله. نعم. وعندنا دورة حين شقالة اللي هي دورة خاصة للمباحث الجنائية. نعم. يعني هذه الدورات متخصصة، يعني مثلا اللي راغب فيها مثلا في الالتحاق يا بالمثل المباحث الجنائية أو التحاق مثلا في العلاقات العامة والعلم الأمني أو الخفر السواحل يتوجه ويسجل في الرغبة اللي يبيها. نعم. على طول. نعم. 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 زين، ما هي الشروط والإجراءات التسجيل؟ طبعا هي شروط عامة هنا. نعم. هناك عندنا وفق المرسوم الأميري فقد حدد عدة شروط. عندنا شروط عامة وهي تختص بجميع الفئات سواء كان من الضباط أو كان من جهة ضباط الصف والأفراد. وهناك شروط خاصة تعني لكل فئة من الفئات. نعم. فالشروط العامة طبعا أن يكون كويت الجنسية، أن لا يكون حصل عليه أو حصل عليه حكم جنائي في أي قضية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، هذه أهم القضايا تكون فيه. وهناك بعض الشروط اللي هي الطول والعمر لكل فئة من الفئات. هذا الشروط يعتبر شروط عامة. وفي شروط خاصة تستثنى للشهادات معينة. يعني الشروط الخاصة تأتي وين؟ تأتي في مثلا الشهادة الثانوية العامة ونسبة معينة بالنسبة الثانوية العامة، وكذلك بالنسبة لضباط الاختصاص يكون شهادة الجامعية ودراسة مدة 4 سنوات، وبالنسبة لضباط الصف
اللي هم الرقباء الأوائل يأخذ الثانوية العامة عدل، وقد تكون غير النسبة المحققة له أو حسب رغبته، لأن بعض الناس قد تكون ظروفه محتاج إلى الوظيفة ومن ثم يرقب بأن يختصر المدة الدراسة ويأخذها مدة سنتين دبلوم عدل، ولا يكمل اللي هو الأربع سنوات، فيكون عنده شهادة الثانوية العامة. أما بالنسبة للضباط بالنسبة للأفراد فطبعا معروفة، بالنسبة لفرد الشرطة فهو من رابع ابتدائي حتى الصف الثامن، نعم، ومن ثم في رتبة ثانية اللي هي وكيل عريف يعطى اللي هي من التاسع إلى دون الثانوية العامة. نعم. العميد هارون، كم الأعداد المتوقع التي يعني تتوقعون راح يقدمون، أو أن في مثلا نسبة معينة حاطينها أو أعداد معينة حاطينها لكل تخصصات معينة، ولا حسب اللي يقدم لكم؟ طبعا هو في عندنا طبعا نوعين من التسجيل اللي تفضل قلنا، التسجيل العام. نعم. والتسجيل العام طبعا هذا مفتوح على طول مدار السنه، يعني بالنسبه للافراد ما يغلق الباب، هذا الباب مفتوح، كل ما يرقب اللي يرقب يدخل في التسجيل ويعلن رغبته بالتسجيل، ومن ثم يتم اخذ الاجراءات الاجرائيه بالنسبه للقبول، ومن ثم يدخلون دورات بناء على الطاقة الاستيعابية لمدرسة الشرطة ويدخلون في هذه الدورات. نعم. وقلنا هناك في عندنا دورات هي الخاصة، ودورات خاصة طبعا تحدد بأعداد بناء على الجهة الطالبة لهذا التخصص لحاجة العمل في هذه القطاعات. نعم. كم الطاقة الاستيعابية الأكاديمية بشكل عام؟ هو المسألة ليس مسألة بالعدد والطاقة الاستيعابية، طبعا تعرفة الطالب وانت عشت معانا يعني. نعم. كطالب. نعم. وتخرجت، وهناك يعني أمور كثيرة يحتاجها الطالب غير عملية الدراسة، يعني الناس تفكر أن الدراسة هي قاعة محاضرات وتدريب وأمور أخرى، ولكن هناك لا، في أشياء ثانية تحتم علينا أن لازم أن نراعيها في عملية استيعابنا للطاقة الاستيعابية، منها طبعا الحالة المعيشية للطالب. الطالب تعرف خمسة أيام يجلس بالأكاديمية أو في المعهد أو المدرسة اللي هو فيها، متواجد فيها 24 ساعة، له بعض يعني حقوق موجودة له، إن لازم نكفل الحياة المعيشية، المبيت، الخدمات اللي تراعيه، المعيشة اللي يأخذها، الأمور هذه كلها هذه تراعى. فهذه الأشياء تحتم علينا حسب طاقتنا الموجودة الاستيعابية إن يكون هناك تقنين للدورات، وإن نعمل على إن نقدر ندخل أكثر من دورة أو دورتين أو ثلاث تكون بالسنة. نعم. بالنسبة للفئات هذه حتى نقدر نستوعب أكبر أعداد من الطلاب. نعم. بالنسبة للمناهج أو تطوير المناهج، يعني مثل عارفين الجريمة قاعد تتطور وكل شيء قاعد يتطور، يعني أنا ما يصير مثلا أحط لي منهج أمشي عليه فترة معينة، لأنك أنت عارف أن المجرم قاعد يطور نفسه. فشون دوركم أنتم كإدارة مثلا كإدارة في تدريب أو في إدارة التعليم في ملاحقة أو تطوير يعني ملاحقة المجرم في تفكيره؟ أصلاً هذه موجودة كأساسيات موجودة. نعم. في المناهج التعليمية. نعم. إنه هناك توضع مناهج تعليمية للدراسة لتأهيلك للشهادات اللي راح تأخذها. نعم. يعني الشهادة الجامعية البكالوريوس لك شروط في هذه المناهج. نعم. لتلائم دراستك الجامعية. نعم. وكذلك بالنسبة للدراسات كل ما تقل كل ما يكون هناك تركيز على التخصص في هذه المواد، وطبعا يراعى في هذا الشيء إن كل خلال سنة أو سنتين يعاد تقييم جميع المناهج الموجودة عشان إحنا يعني نواكب التطور اللي موجود، وكذلك حتى نعرف وين الأخطاء أو وين السلبيات اللي موجودة في المنهج حتى نراعيها ونطورها حسب ما هو موجود في العمل اللي موجود الأمني الحديث. نعم. ودنا تعرفنا على ما هي المشاريع المستقبلية الموجودة في الأكاديمية. طبعا الحين قائمين على هناك في تعديل الهيكل التنظيمي. نعم. إن شاء الله للأكاديمية ككل أو كقطاع التعليم، ومن هذا المبدأ إن شاء الله سوف ننطلق إن شاء الله لوضع استراتيجيتنا، وإن شاء الله هي تعتبر في طور التجهيز الآن، ويتم عد اعتمادها من مجلس الأكاديمية إن شاء الله. نعم. وبعد هذا طبعا راح ننطلق على تنفيذ هذه الاستراتيجية، منها أمور كثيرة من تطوير المناهج، من تفعيل الدراسات، لأن عندنا بعض الدراسات لا تزال غير مفعلة، مثلا عندنا كرد الدراسات العليا اللي هي حسب المرسوم أن أعطى الأكاديمية أن تمنح درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الشرطية. نعم. وهي لا تزال يعني متوقفة عن العمل، لأن
لا تزال الأكاديمية يعني تراعي أنها تكون أكثر نضجاً وأكثر ممارسة في العمل الشرطي حتى تستطيع أن تعطي مثل هذه المناهج. وإن شاء الله يعني مع الاستراتيجية القادمة إن شاء الله لنا خلال هالسنتين أو ثلاث الجاية إن شاء الله راح يكون عندنا هناك إن شاء الله نبدأ بتنفيذ الدراسات العليا، وكذلك عندنا تطوير للمناهج وكذلك تطوير العمل اللي هو الشرطي الحرفي إن شاء الله حسب ما إن شاء الله نكون على مبانينا الجديدة إن شاء الله اللي راح تنتهي إن شاء الله في نهاية العام الحالي، وهي راح تعطينا نوع من التطور تعطينا طاقة نقدر إحنا يعني ناخذ الوساعة من الطالب، لأن الطالب تعرف أنت جدوله اليومي جدول مرهق ومزدحم، ولذلك يعني ما تقدر تعطي أكثر من ما هو عليه. وإن شاء الله هناك إذا من مرافقنا الجديدة إن شاء الله راح يكون نقلة نوعية، يعني راح تكون بالنسبة ليومية الطالب عدل، اللي هي راح تكون إن شاء الله يعني على فترات ساعات، يعني ساعة يأخذها دراسة، ساعة ثانية يأخذها جهد يعني ميدان يأخذها في الاستاد الاولمبي عندنا ان شاء الله مال السباحه. طبعا هي تعطي رياضه تعطي طاقه، عندنا الصاله المتعدده الاغراض اللي فيها الالعاب الحديد ومن الحديد وامور هاي كلها، يعطينا شلون يعني مساحه كبيره بان اليوم ان شاء الله نقضيه على الطالب مو ممل ويكون سلس ان شاء الله. زين العميد هارون، ودنا نطلع نريحك شوي وناخذ اتصال هاتفي معانا على الطرف الاخر مساعد مدير عام أكاديمية سعد عبد الله العلماني لشؤون الهيئة المساندة الأستاذة دلال رويشد. أرحب فيك أستاذة دلال. حياك الله. حياك الله أبوي، لو سهل فيك. شلونك؟ الله يسلمك. معنا ويانا بالاستديو العميد هارون العمر. حيا الله زميلي وأخوي الله يرضى علي العميد هارون، شلونكم؟ الله يسلمك. أم محمد، يعني إحنا عارفين الهيئة المساندة أو دخلت معانا في سلك الشرطة وكان لها جهود واضحة، ودنا نتكلم أم محمد على الراغبين. الحين كثير من الناس قاعد يعرفون في تسجيل ولا ما في تسجيل، راح يكون في أمور كثيرة، ودنا تقول لنا أم محمد ناخذها حصري حق برنامجنا. بإذن الله. أي طبعا في تسجيل، وتسجيل الدفعة السادسة ما شاء الله، يعني الأيام تركض كأن كنا في نسوي إعلانات حق الدفعة الأولى، والآن إحنا على الدفعة السادسة. التسجيل بدأ في يوم الأحد السابق الأسبوع السابق من 16/6 وراح يستمر معانا إلى يوم الخميس الموافق 18/7/2013. يوميا عندنا التسجيل من الساعة 8 الصبح حتى الساعة 12 الظهر. هذه احنا نستقبل فيها. هذه شنو الطلبات محمد؟ عفوا، التسجيل هذا حق الطلب يعني ضباط ولا حق شنو الدوره بالضبط راح تكون؟ التسجيل حيكون حق بشكل عام هو لاربع شهادات في الحقيقه، اللي هي الشهاده الجامعيه عشان يحصلون على دبلوم علوم شرطه اللي هم ضباط الاختصاص، وهم يكونون لازم حاملين مؤهل الجامعي. بعدين عندنا الحاملين مؤهل سنتين بعد الثانوي اللي هم المؤهلات التخصصية، يأخذون دبلوم علوم شرطة لوكلاء ضابط، وبعدين حملة الثانوية العامة يتخرجون إلى رتبة رقيب، طبعا الجامعيين لرتبة ملازم، ومؤهل السنتين بعد الثانوية لرتبة وكيل ضابط، وحاملين الثانوية العامة بكل اختصاصاتها ياخذون يحصلون على رتبة رقيب، يعني شهادات تلزمها دبلوم علوم الشرطة لضباط الصف من الرقبة. بعدين ما دون الثانوية عندنا شهادة اجتياز دورة لوكلاء العرفة وللشرطة. هذه هي الخمس شهادات اللي احنا يعني يحصلون عليها الطلبة في الفترة الدراسية. بالنسبة للفترة الدراسية طبعا في اختلاف ما بين حملة الشهادات وما بين ما دون الثانوي. حملة الشهادات هذه يعني في الحقيقة وايد سؤال يسأل لنا من أولياء الأمور، هل احنا نظامنا داخلي؟ يعني هل الطالبة تبات عندكم الراقبة في الالتحاق؟ لا، الطالبة ما تبات عندنا في المعهد. نظام الدراسة في المعهد الهيئة المساندة اللي هم الشرطة النسائية نظام خارجي، يعني الطالبة تحضر الساعة 5 وتطلع الساعة 5 إلا إذا كان في نوع من التدريبات أو بعض الفقرات اللي هي تحتاج فيها استكمال لساعاتها أو أنشطة معينة. هذا على الجميع بدون استثناء، على الجميع. نظام المعهد خارجي، يعني مو مبيت مثل الأولاد إطلاقا، يعني ما عندنا احنا يعني سكن ولا عندنا مبيت ولا عندنا
نعم. دوامنا يبدأ من الصبح الفجر وينتهي الساعة 5 إلا إذا زادت الساعات. نعم. هذا بالنسبة للسؤال اللي دائما يتكرر علينا. هذا السؤال أنا كنت مجهزة محمد السؤال هذا اللي كثير من الأسئلة تسألنا الموضوع هذا. اليوم واحد من أولياء الأمور سألني هذا السؤال في صالة التسجيل. يعني ما شاء الله العدد يعني خلال هالأسبوعين احنا اليوم الأسبوع الثاني في إخبار محمد عدد اللي تقدموا والله يعني هو العدد 132 اللي تقدموا. نعم. اللي يعني استلموا المضاريف للشسمة رجع منهم تقريبا الثلث، يعني هذا مؤشر طيب لأن أصلا الشهادات الثانوية والدبلوم والجامعة إلى الآن ما خلصوا، يعني احنا نتوقع للأسبوع الثالث الرابع إن شاء الله تكون العدد يتزايد يعني. نعم. زين يعني محمد احنا من خلال برنامجنا شنو ودك توجهين رساله حق بناتك اللي يودهم يسجلون في اكاديميه السادة عبد الله العلوم الامنيه او الهيئه المسانده؟ الحياه العسكريه تعزز وتثبت الولاء اكثر واكثر. نعم. العمل في الدوله كلها في كل القطاعات عمل جميل وعمل انا متاكده ان المراه تضيف له. لكن الشق في الحياه العسكريه ممتع، في اضافات جميله للمراه بالذات. أول شيء إثبات أن هذه الوظيفة ليست قصرا على الرجال، إنما هي مشاركة ما بين الرجل والمرأة في خدمة المجتمع، فهذا شيء جميل المرأة تطرق الباب فيه. بالنسبة لأولياء الأمور الصراحة ودي يشجعون يعني بناتهم على أنهم يلتحقون في هذه الوظائف، بدال ما يعني البناتنا قاعدين في ديوان الخدمة المدنية وينتظرون اختصاصاتهم أو أدوارهم في كل الوظائف في وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية. هذه مجال مفتوح الآن، أنت دكتورة هني، أنت دكتورة هني، أنت مهندسة في هذا القطاع حتكوني مهندسة، أنت أي تخصص كان يعني أنت مسؤولة عنه أنت حتكونين أيضا يعني في هذا المجال تعملين في تخصصك اللي أنت، إلا يعني طبعا ما دون الثانوية، والثانوية ذي لا ممكن يوزعون حسب اختصاصات احتياجات الوزارة بشكل عام. بشكل عام صحيح. العسكرية شيء جميل، المرأة يعني تضيف لك سلوكيات حميدة وطيبة وصحيحة دائما، الاحترام والطاعة والولاء، النشاط، الحلوية، جمال المظهر، هذه كلها أشياء يعني المرأة تتحلى فيها في سلك الشرطة في الحقيقة، يعني مو معنى هذا أن يعني سلك العاملات في غير السلك ما عندهم، لكن هي إضافة وفيها تنفيذ الأوامر يعني، والنظام فيها تنفيذ الأوامر الحقة بروح وبنصها، يعني عرفت إذا كانت المدنيات أو المدنيين بشكل عام ينفذون الأوامر، هني التنفيذ الأمر بالروح والنص لازم يكون. يعني شوف محمد احنا قاعد نشوف يمكن يعني بالعمل او قاعد نشوف يعني ما شاء الله اخرجاتكم قاعد نشوفهم في مجال العمل، قاعد نشوف في ابدع مبدعين يعني، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. طبعا محمد اشكرك على هذه المداخله، واتمنى ان شاء الله اخواتنا يسمعوك وان شاء الله يجون يسجلون عندكم. اللهم امين. اللهم امين. حياك الله ومشكورين، وسلم على العميد هارون الله يوفقكم. مشكوره محمد، مع السلامه. العميد هارون، يمكن سمعنا احنا المداخله هذه شوي نريحك شوي من الاسئله. العميد هارون، يمكن نرجع على سؤالنا اللي يمكن وقفنا فيه قبل اتصالنا مع الاستاذ دلال، اللي هو عن المبنى، شنو مميزات المبنى الموجود الجديد، مثلا شنو في اختلف عن المبنى القديم؟ هو المبنى طبعا تغير من ناحيه الانشائيه. نعم. انه صار يعني اكبر من مبنانا السابق، وكذلك من المباني الحديثه اللي فيها يعني اغلب المحاضرات اللي فيها تكون محاضرات على الوسائل التقنية اللي موجودة بالعمل التعليمي. كذلك اختلف في ان هناك نظام المعيشي بالنسبة للطالب. النظام المعيشي طبعا احنا يعني وضعنا الحالي ان هناك اكثر من 10 او 11 طالب في مكان معين، ولكن ان شاء الله في المبنى الجديد ان شاء الله راح يكون كل طالبين في مكان واحد، في مهجع واحد، ومتوفر في نفس المكان جميع الوسائل التعليمية تكون موجودة معه في نفس المكان اللي هو مبيت فيه. نعم. من ناحية الكمبيوتر، من ناحية الطاولة الدراسية، ويكون الخصوصية لكل مكان في للدراسة للتعليم. نعم. هذا يعني طبعا يعطينا فرصة ان الطالب عدل ياخذ الراحة وياخذ الثقة في دي تلقي العلوم، وكذلك في اطاعته مثل من الاوامر والامور العسكريه. نعم. كذلك توفر المنشات اللي هي تخدم
الطالب. منشآت داخلية. منشآتي منشآت نعم. داخلية من بالنسبة لعملية الرياضة وبالنسبة إلى عملية التدريب الشرطي. هذه أهم يعني جهات يعني تغذي الطالب من ناحية الجسمانية والرياضية وكذلك من ناحية اللي هي أداء المهارات المهارات العسكرية وهذه. كل ما توفر عندنا المساحات كل ما توفر عندنا الإمكانيات كل ما كان هناك عندنا إنتاج أفضل من ما يكون هناك إنتاج محدود وفي نطاق يعني محدد والإمكانيات بالنسبة للأكاديمية طبعا الأكاديمية مبنية من الستينات ومن السبعينات وهي بادية من أول دفعة بسنة 69 أو 70 ولا تزال بنفس الطاقة إلا أنما زادت بالأعداد ولكن زادت الأعداد الطلبة وهذا زيادة عدد الطلبة تؤثر بالنوع اللي راح إن شاء الله يكون في المنتج بالنسبة للأكاديمية ويكون هو إن شاء الله بذرة العمل اللي تكون في الوزارة إن شاء الله. تعتقد يعني هل المبنى هذا توقع راح يطور من الطلبة راح يتخرجون؟ أنا يعني قلت من ساعة بكلامي إن هناك يعطيك مساحة كبيرة بأنك تغير برنامجك اليومي وتطور. بالنسبة للطالب يعني يعتبر يعني مثل ما تقول إن الطالب ليس عليه عبء كبير في تحصيلها العلمي في ممارسته لأعمال الرياضة أو ممارسته للتدريب شرط نعم. يكون هناك متوفر لك بكميات أكبر بمساحات أكبر وكذلك هذا يعطي أن هناك تقدر تتنوع في العمل اليومي بحيث أن الطالب لا يشعر عدل في الملل سواء كان من الدراسة أو كان من التدريبات لأنه يطلع من كل عمل يعني سواء كان هناك دراسة نظرية أو عمل تدريبي شاق يطلع إلى 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 ناحية نسميها ترفيهية له يعني هي ليست ترفيهية وإنما هي تعطي بناء جسمي عدل أفضل منه ما يكون إنها ترفيهي يعني يقدر يزاول السباحة عندنا أستاذ أولمبي كبير راح يسيع يسع أكبر عدد من الطلبة كذلك عنده الصالات المتعددة الأغراض سواء كان يعني يمارس هوايته المعينة المفضلة أو إنه يعمل بالأجهزة اللي هي لتقوية الجسم وتعديل الجسم فهذا يعطي يعني إنه صحيح إن أنا رفهته وعطيته راحة من العمل الذهني أو المادي ولكن أنا استفدت منه بإني أنا طورت من يعني من ناحية الجسدية بالنسبة للسباحة أو لاستغلالها للأجهزة التدريبية لإعطاء الفائدة في العمل. العميد هارون أنا يمكن ودي أرجع على موضوع يمكن تكلمنا فيه اللي هو الدورات المتخصصة اللي موجودة ودنا نعيده يعني نعيد على الموضوع هذا لأن كثير من الناس أو الطلب اللي بيسجلون مو عارفين مثلا يقول لك إن أنا ما أدري يعني في تسجيل ولا ما في تسجيل أنت قلت معلومة مهمة أن التسجيل بالنسبة للطلبة مو ضباط الطلبة المفتوح على مدار العام نعم. وين يتوجهون مثلا إذا بيسجل أي طالب شلون وين يتوجه هو العملية إذا كان عندنا هناك دورات دور متخصصة دورات لا الدورات بالنسبة للتدريبية نعم. إذا كانت عندها سنوات طويلة هذه محددة بوقت معين وتنتهي تسجيلها في وقت معين لأن مسافة الدراسة فيها مدرسة يعني طويلة مثل الطلبة الضباط اللي هم خريجين ثانوي عام يأخذ 4 سنوات فمو معقول تفتح أنت المجال له بيكون مفتوح أكثر من يعني مدة معينة حتى أنك تقدر تستقبل عامك الدراسة وتنهي كذلك دراسة الطلبة اللي هم الجامعيين لها فترة سنة ولازم نفتح في وقت معين ونسكر بالنسبة لضباط الصف اللي قلنا اللي هم خريجين ثانوي عامة ولكن يدرسون يأخذون الدبلوم لمدة سنتين ويتخرج فيها برغيب أول هم كذلك لها فترة معينة إنما الأفراد اللي هي الأساس القوة الداخلية وهي تعتبر الأول عمل عسكري بالنسبة للشخص كمستوى يعني تنفيذي اللي هم الأفراد واللي هم يحصلون على ضباط صف اللي وكيل عريف هذه دورتنا قلت لك الدورة التأسيسية العامة تكون مفتوحة على طول العام نبدأ فيها من عام الدراسي ولا نسكر بها نسجل طلبة ومن ثم ندخل دورات لأن عندنا كل 3 شهور عدل تنتهي دورة وتدخل دورة بعدها وطاقة طبعا قد تكون الطاقة الاستيعابية التقديرية اللي هي من 400 إلى 500 طالب في الدورة الواحدة هذه بالنسبة كتأسيس عام احنا نسجله لكن مثل ما قلت لك هناك في طلبات هنا من يعني القطاعات الوزارة بحاجة إلى ناس متخصصة وترقب بهذا العمل يعني مثلا تقول إدارة خفر السواحل إذا عملها بالبحر إذا كان الشخص لا يرقب أن يكون يعمل في البحر
فما في فائدة أن أنا سجله أو أرقمه أنه يروح هناك، ما رح يطور من نفسه ولا رح يؤدي الخدمة اللي مفروض أنه يؤديها. فلذلك إحنا نحددها هذه بدورات معينة لها فترة معينة نسجلها، ومن ثم نلحقها بالدورات. يعني مثل ما قلت لك عن خبر السواحل سجلها صارت لها شهر سجلها وخلصها وانتهت الحين. بالنسبة للعلاقات العامة كدورة تخصصية والإعلام الأمني سجلها وانتهت، وحين إن شاء الله راح ينتظمون بعد العيد إن شاء الله. يبقى عندنا دورات اللي هي مثل المباحث الجنائية التخصصية هذه، هذه لا تزال الحين مفتوحة، تنتهي في 6/7 راح يجي، يعني بادية من 6/6 إلى 6/7 عشان تكون مدة شهر كامل. هذه الدورات يعني أقصد. العميد هارون، كلمة أخيرة تحب توجهها لإخوانك الطلبة اللي راغبين في التسجيل، إن كانوا طلبة ضباط، إن كانوا رقبة، إن كان كل المجالات في التحاق في إخوانهم رجال الداخلية. طبعا إحنا هذول أبنائنا، وطبعا أبناء الوطن، والوطن طبعا يطلب منا إن يكون هناك في ولاء للوطن، ومن ولاء الوطن أن نخدم في أي جهة موجودة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولكن العسكرية هي شرف لكل واحد اللي أنت فيه. كذلك يعني أحب يعني أنوه على 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 فترة تسجيل طلب الضباط، أنا لم أذكرها يمكن، اللي هي قد يكون إن شاء الله راح نفتح بالنسبة لخريجي الثانوية العامة والجامعين إن شاء الله راح يكون في 7/7/2013 راح يبدأ التسجيل إن شاء الله. وأطلب من إخواني أو من أبنائي الطلبة إنهم يعني لا يعني يشوشهم إذا نزل الإعلان خلال الفترة اللي هي قبل انتهاء الامتحانات الثانوية العامة، الحين قاعد يدرسون ثانوية عامة، أرجو أن يركزون على يركزون على على دراستهم، وإن شاء الله الله يوفقهم ويحصلون على النسب إن شاء الله لتؤهلهم للدخول سواء كان الأكاديمية الكلية أو إلى الجامعة، ويركزون هذا. وحطيه تسجيل بعد الانتهاء من الامتحانات عشان إحنا نريحهم، ما يكون بالهم مشغول إنه والله اللي سجل قبل راح حقية يا حقية أو إنه يروح عليه أماكن وما أعرف إيش، وتأتي عكسية على النتائج الثانوية العامة بالنسبة لهم. نرجو منهم أنهم يتابعون لدراستهم ويجدون إن شاء الله بالدراسة، وإن شاء الله الباب راح ينفتح 7/7 يكون هم منتهين من الدراسة ويلحقون على إن شاء الله التقديم الأكاديمي. طبعا في النهاية العميد هارون العمار مساعد مدير عام أكاديمية السادة عبدالله للعلوم الأمنية لشؤون التعليم والتدريب، نشكرك ويسعدنا هذا اللقاء. أشكرك أخوي ناصر، وأشكر برنامجكم، وأشكر كذلك الطاقم التصوير اللي صار لهم الحين مدة واقفين، ونشكرهم على يعني سعة صدرهم علينا شوي وسعة صدركم لنا، وأشكر كذلك للمشاهدين على سعة صدرهم في يعني تحملنا هالساعة هذه. الله يسلمك، مشكور، الله يبارك فيك. مشاهدي الأعزاء، كما عودنا أسبوعيا بنقل وقائع الحملات الأمنية والمرورية عبر تقارير ضباط الإعلام الأمني، حيث قيمت حملة مرورية خاصة بالرادار عبر تشكيل فريق ميداني بلبس ميداني يرتدي اللبس المدني لضبط المخالفين، في تأكيد على متابعة الوضع الأمني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المستهترين والمخالفين حتى تكون طرقنا آمنة. كان النقيب عثمان الغريب واكب هذه الحملة، تابعوا معنا هذا التقرير. طبعا تتنوع اساليب رصد المخالفين، من بينها طبعا هناك طبعا خطط وطرق، من بينها طبعا اللي هي الرادار.
بالنسبة حق حملة رادار تحتاج إلى موقع لرصد السرعات. إحنا عندنا الحين الرادار المتطور، يوجد فيه تصوير فوتوغرافي، يوجد فيه كذلك تصوير فيديو، بحيث إنه ممكن في حالة وجود أي شك من أحد الأشخاص المخالفين في عملية رصده وهو طبعاً غير مسرع، ممكن نبين له كم كان سرعته ونعطيه طبعاً سرعة الموضوع. في عندنا نقاط اللي هو استيقاف الأشخاص المخالفين، وفي طبعاً نقطة مخصصة لعملية مخالفتهم، وكذلك في عملية في هناك طبعاً مجموعة لعملية حجز المركبات في حالة وجود أي سرعات عالية. هذه طبعاً بالنسبة للرادار، إحنا عن طريق دورياتنا كذلك عن طريق باقي وسائل استشعار بالقسم نرصد المواقع اللي أكثر فيها المخالفين للسرعات، ووضع طبعاً كمين بوقت مناسب ما نسبب فيه عرغلة بالشارع، كذلك يتم فيه رصد المخالفين للسرعة فوق المعدل على الطرقات. تختلف طبعاً أوقات طبعاً عمل حملة الرادار على حسب الموقع، يعني عن طريق اعطانا طبعا عن طريق دورياتنا، كذلك طبعا دوريات المباحث، كذلك الدوريات عن طريق ضباط القطاعات والدوريات، في حاله وجود بلاغات ترصد مواقع اللي فيها متجاوزين السرعه نحدد الوقت المناسب لكل موقع. يعني في اوقات نسويها قريب الفجر، في اوقات نسويها نفس الوقت هذا فتره دخول او خروج الموظفين، في اوقات ميته، كذلك نسويها في أوقات طبعاً اللي هو نرصد فيها عدد أكبر بالنسبة مخالفين السرعة فوق المعدل. طبعاً الشارع اللي هو الخليج العربي سرعة الشارع 80، تم رصد سرعات يعني تتجاوز 160 أو 170، فهذه طبعاً لو نحسبها أنه ضعف سرعة الشارع، وطبعاً في هناك إجراءات مشددة على حسب المخالفة أو على حسب سرعة المخالف، يعني من مخالفة سحب المرفق، من سحب الرخصة القيادة، من حجز المركبة، على حسب سرعة المخالف. يعني المخاطر اللي تحصل لنا بالشارع اللي هو عدم انتباه قائدين المركبات بغير الطريق، الانشغال في طبعا كل وسائل طبعا اللي هو عدم الانتباه منها، اللي هو الهاتف، منها اي وسائل طبعا تواصل اخرى، هذه طبعا قاعد تسبب لنا يعني خطوره على يعني زملائنا واخواننا طبعا اللي هو القائمين على حمله الرادار. يعني قبل شوي شاهدنا حادث مروري، فنتيجه عدم انتباه المركبه لنقطه الرادار واستيقاف مركبات المخالفه تسبب الحادث واصابه، حاليا كذلك منتظرين الاسعاف لنقل المصاب او المصابه. احنا اكثر مخالفات اللي نشاهدها المستهترين لعمل سباق، السرعه فوق المعدل، عندنا الرادار، قياده مركبه غير رخصه نهائيا، استتار رعونه سواء على الخليج العربي او شارع المطاعم او المناطق الداخليه. اكثر المشاكل المواجهه تكون احنا مباحث مدنيين مو بدوريتنا، ففي ناس اللي يقول طلع هويتك، اللي يقول من معاي ومن انت، فقط كل ويانا دوريه اسناد من المحافظه نسحب دوريات، بحيث اي شخص نضبطه يتم حجزه وحجز مركبته تحفظ عليه وعلى المركبه، حجزه ولحجز العاصمه وحجز مركبته قاعد حجز. بخصوص الرادار الجديد صار لنا تقريبا 3 شهور شغالين عليه، اثبت جدارته، من افضل الرادارات طبعا، رادارات سابقه نقدر نقول كان فيها اشياء، يعني ما كان في اشياء موجوده عندنا في الرادار هذا وايد ما هي موجوده بالرادارات السابقه، مثل ما تفضلت عندك اذا كان طبعا المركبه على سرعه عاليه يتم تصويرها بالفيديو وبالصوره العاديه، رقم لوحتها موجود، بياناتها طبعا موجوده، سرعتها، الموقع، الساعه يكون موجودين طبعا بالصوره، يتم طبعا عمل تغرير في حال السرعات العاليه او غيره. عندك كذلك اسم حامل الرادار العسكري اللي ماسك الرادار يكون طبعا بياناته موجوده، اسمه ورقمه، في حال طبعا مثل ما انت عارف يجيك مخالف مثلا يطعن بالمخالفه يقول ما كنت على سرعه او غيره، مو سياره، سياره اليمي، كثير طبعا من الاعذار يكون عندنا كل شيء بالتفصيل، رقم اللوحه، بيانات السياره والوقت، كل شيء يكون طبعا مفصل. مشاهدي الأعزاء، أمنكم وأمانكم
هي غايتنا ومسؤوليتنا، ولكن حتى نصل إلى أهدافنا يجب أن تتضافر جهودكم معنا من خلال تعاونكم وتفهمكم لما يبذله أخوانكم رجال الداخلية، فهم العيون الساهرة على راحتكم. وصلنا إلى ختام حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم. لكم منا أجمل تحية، مع السلامة. We'll be right back.